إذن هي السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة هناك في جرينتش. هذه قراءة إخبارية مفصلة على شاشة القاهرة، ومستهدنا مع بسنت أكرم. تفضل يا بسنت. أهلا بك تامر، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية دائما بأبرز العناوين. ضحايا ومصابون في هجوم على الشركة التركية لصناعات الفضاء والطيران توساش في أنقرة، والداخلية تؤكد أنه إرهابي. جيش الاحتلال يشن غارات على مدينة صور اللبنانية ويوجه أوامر إخلاء لعدد من مناطقها. الصحة في غزة تعلن استشهاد 74 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين في 6 مجازر إسرائيلية داخل قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. وقع انفجار قوي في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش في العاصمة أنقرة، عقبه إطلاق نار في المنطقة، وأسفر الهجوم عن وقوع ضحايا ومصابين. هذا ولم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه، وأفادت تقارير إعلامية أن الهجوم الانتحاري وأن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الحادثة. من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأن الهجوم على مقر شركة توساش داخل أنقرة عمل إرهابي. وقال وزير الداخلية على منصة إكس إن الهجوم الإرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء. ويتزامن الحادث مع ثاني أيام المعرض الدولي الذي تنظمه تركيا ساها إكسبو 2024، والذي انتقلت فعالياته أمس الثلاثاء بمدينة إسطنبول. وخلال معرض إكسبو التركي تم عرض بعض المنتجات المتخصصة في صناعات الدفاع والفضاء والبحرية والفضاء. وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن معرض تم بمشاركة وزارة الدفاع التركية وعدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. من اسطنبول ينضم إلينا عبد الناصر سنجي مراسل القاهرة من هناك. عبد الناصر، هل اتضحت الصورة، الأسباب ومن يقف وراءها؟ التفاصيل الرسمية التركية كانت مقتضبة منذ بدء هذه العملية في 23 دقيقة تقريبا، ماذا لديك؟ نعم تامر، مساء الخير. أولا طبعا قبل قليل أصدر وزير الداخلية علي يرلي بيانا عبر منصة إكس، قال فيه أن عدد القتلى في بين عمال المصنع والمنصبي المصنع 3 قتلى و14 جريحا، تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة من المصنع أو الشركة، وأنه تم تصفية 2 من المهاجمين الذين طبعا قيل بأن عددهم 3، ولكن فيما يبدو أن الهجوم كان كبيرا. سمعت 3 انفجارات قبل إطلاق النار وتبادل إطلاق النار بين المهاجمين وحراس الأمن التابعين لشركة توساش. هذا هو التصريح الرسمي حاليا، وينتظر أن يقوم بوزير الداخلية علي اللقاية بمؤتمر صحفي بعد قليل. لكن أصابع الاتهام دائما ما في مثل هذه الهجمات يعني تشار إلى التنظيم الإرهابي حسب وصف تركيا، حزب العمال الكردستاني أو PKK، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة والحديث عن ربما عن مصالحة قادمة أو عن محادثات ربما مع بعض الجهات ربما التي تقال عنها حمائم السلام أو
في حزب العمال الكردستاني، وهناك طبعا دائما اختلاف في وجهات النظر داخل حزب العمال الكردستاني بين من يؤيدون أو ربما لديه توجه ربما للقاء أو الحديث مع الحكومة والأحزاب السياسية، ومن يعارضون هذا الاتجاه بشكل كامل ويقومون بأعمال مسلحة وبهجمات إرهابية مسلحة مثل الذي وقع هذا اليوم. هذه هي آخر التطورات في هذا الشأن، وكما قلت ننتظر تصريحات رسمية أخرى من وزير الداخلية علي اللقاية خلال دقائق المقبلة. نعم، بعيدا عن المعلومات الشحيحة حتى هذا التوقيت، لماذا صرع وزير الداخلية بالقطع بأن هذا العمل من الأعمال الإرهابية دون ممارسة أعمال التحقيق؟ كان هذا التصريح لتوه بعد إطلاق النار داخل هذه المنشأة العسكرية التركية. نعم، وزير الداخلية وزير العدل قبل قليل أيضا أعلن بأنه تم فتح تحقيق موسع وتم توظيف عدد من المدعين العامين والمدعي العامين السوريين هنا في أنقرة للتحقيق أو بدء التحقيق في هذا الهجوم المسلح حقيقة الذي يعتبر كبيرا، لأنه بالنظر إلى حجم هذا المصنع أو هذه الشركة شركة دفاعات يعني صناعات دفاعية كبيرة يعمل فيها حوالي 8,000 شخص، وهذا طبعا هجوم يعني منذ فترة طويلة كانت أنقرة لم تشهد مثل هذه الهجمات الانتحارية أو الهجمات المسلحة، لكن في هذا اليوم أن يتم الهجوم على مثل هذا المصنع وهذه الشركة شركة تقوم بتصنيع طائرات مسيرة وأيضا يعني مواد أدوات أسلحة أو مواد أسلحة أخرى متنوعة، يعني يعتبر هجوم خطير وغير مسبوق حقيقة. لهذا يعني هم طبعا وزير الداخلية لم يقل بأنه ولم يتم لم يتحدث عن أن يكون هناك أن يكون وراء هذا الهجوم هو حزب تنظيم حزب العمال الكردستاني، ولكن قلت أنه في ظل أو في مثل هذه الهجمات دائما ما يتم توجيه طابع الاتهام الى يعني الى تنظيم حزب العمال الكردستاني لانه هو التنظيم المسلح القادر للقيام بمثل هذه الهجمات المسلحه في تركيا، لكن هناك تنظيمات ربما معارضه سياسيه اخرى يعني لا تستطيع القيام بمثل هذه الهجمات الكبيره. وعوده طبعا تامر الى موضوع المسلحين الذين هاجموا هذه الشركه، طبعا الجهات الرسميه والجهات الاعلاميه تقول التركيه تتحدث عن 3 مهاجمين، ووزير الداخليه قال بانه تم تصفيه 2 من المهاجمين، ولكن حتى الان ليست هناك اي اخبار عن المهاجم الثالث على الرغم من الهدوء الذي يعم اطراف هذه الشركه حاليا وتواجد كبير جدا للقوات الامن التركيه، ليست هناك الآن حديث عن أين هو المهاجم الثالث. لهذا وطبعا تمت إخلاء المصنع من العمال أو من موظفي المصنع بعد الهجوم تقريبا بساعة أو ساعتين، والآن يتم البحث عن هذا المهاجم وإما كان هناك مهاجمون آخرون يعني لم تلمحهم السلطات الأمن التركية والكاميرات المراقبة التي كانت موجودة في حوالي الشركة. نعم، أعود معك عبد الناصر إلى ما سبق هذا الهجوم الإرهابي على هذه الشركة، ما الذي دعا من أطلقت عليهم حمائم السلام إلى محاولة إقرار المصالحة بين الدولة وبين التنظيمات التي تصفها الدولة كما تشير بأنها تقف وراء مثل هذه الأعمال الإرهابية؟ ما الداعي؟ في اليومين الأخيرين كانت هناك رسائل من بعض الأحزاب السياسية التركية تدعو إلى هذه التنظيمات أو هذا التنظيم الذي تصفه تركيا أو أنقرة بالإرهابي حزب العمال الكردستاني بأن يضعوا الأسلحة ويأتوا إلى تركيا وينخرطوا في العمل السياسي، وطبعا أيدت أحزاب سياسية أخرى هذه الدعوة التي وجهها زعيم حزب الحركة القومي دولة بهجلي. أيضا يعني هذا يعني يعيدنا إلى يعني مثل هذه الرسائل التي تم توجيهها إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني
قبل سنوات عديدة، ربما أكثر من 10 سنوات، حينما تم توجيه مثل هذه الرسالة، وحتى قرأت رسالة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في سجن إمرالي في تركيا حينها في عيد الربيع، بأنه ربما يمكن العيش بسلام في تركيا. في نفس اللحظة وفي نفس اليوم كان هناك هجوم من الجناح، جناح الصقور لحزب العمال الكردستاني، الذي لا يرغب طبعا في التواصل مع الحكومة أو ترك السلاح أو الانخراط في الحياة السياسية. هذه هي ربما هناك توقعات بأنه ربما تكون هذه رسالة يعني مبكرة لردا على هذه الدعوات التي تدعو إلى انخراط مقاتلي حزب العمال الكردستاني في عملية السلام وفي المجتمع التركي والعيش بسلام كمواطنين أتراك في تركيا. هذه ربما تكون هجمة ردا على هذه الرسائل، كما يقول المتابعون المحللون السياسيون هنا في تركيا، تشير إلى عدم رغبة هذا التنظيم أو قيادات هذا التنظيم، الذين طبعا يتخذون من جبال قنديل في شمال العراق مقرا لهم، بأنهم لا يرغبون في هذا وأنهم يواصلون كفاحهم أو هجماتهم على المواقع التركية أو على الأهداف التركية، سواء أهداف مدنية أو حكومية. طبعا تنظيم مسألة تنظيم حزب العمال الكردستاني مسألة كبيرة جدا، وأيضا هناك ربما يعني أمور أخرى يعني تخرج من هذا الهجوم. نعلم بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية عدة مرات حذر من أن إسرائيل ربما يعني تقترب من الحدود التركية، وحذر من الخطر الإسرائيلي. ونظرا إلى ذلك هناك يعني حديث عن تعاون إسرائيلي مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، وأن ربما حزب العمال الكردستاني يتم تمويله ويعني من قبل إسرائيل، وتقوم بمثل هذه الهجمات على تركيا لمواقفها الحالية من الحرب في غزة. من اسطنبول عبد الناصر سنجي مراسل القاهرة، شكرا لك على ما قدمت. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والصحفي محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. من خلال متابعتك ومن خلال ما لدينا من معطيات، يعني أعلم ليس لدينا الكثير، ما هي رمزية هجوم على شركة بحجم توساش وبهذه الطريقة؟ تحياتي أولا لحضرتك يا أستاذة فتنسة والأستاذ المشاهدين الكرام. في الواقع يعني رمزية هذا الهجوم هي لها تداعيات كبيرة على الدولة التركية وعلى الاقتصاد التركي، خاصة إذا ما علمنا أن 80% من الصناعات الدفاعية التركية تنتج من هذه الشركة، أو حجم الصادرات التركية يعني التكنولوجيا الدفاعية تخرج من هذه الشركة. فبالتالي نتحدث في قرابة 10 مليار دولار ستتأثر نتيجة هذا العمل. أو الرمزية الكبرى لهذا هو إمكانية أو إرساله إلى الدولة التركية وإلى الداخل التركي من قام بهذا الهجوم، يهدف من خلالها بأنه قادر على الوصول إلى ما يمكن تركيا دفاعيا أو إحدى الأسس الرئيسية في الدفاع وفي المواجهات. وبالتالي إذا كان هناك استهداف لمنشأة عسكرية في الداخل التركي بهذا الحجم وبهذه الأهمية، هو قادر أن يصل إلى منشآت أخرى وإلى أماكن أخرى، ليس فقط هذه المنشأة، خاصة أن الجميع يعلم أن مثل هذه المصانع ومثل هذه الأماكن يكون عليها حالة من التأمين الكبير وحالة من الحماية الكبيرة التي تقوم الدول بحمايتها نظرا لأهمية هذه المنشآت. أيضا حينما نتحدث على هذا في ظل هذا التوقيت تحديدا وفي ظل التغيرات التي تحدث في الاقليم، هو له رسائل ان حتى تركيا يعني او من قام بهذا الهجوم سواء كان الذي سيكشف عنه في المستقبل طبعا. سواء كان حزب العمال الكردستاني او حتى تنظيم داعش او غيره من التنظيمات التي يمكن ان تنفذ مثل هذا الهجوم، الا اننا في نهايه المطاف امام مشهد واقعي يؤكد على عدم القدرة في حماية هذه المنشآت تحديدا، أو عدم الوصول يعني في تأمين مثل هذه المنشآت. أستاذ محمد، يعني أنت باحث في العلاقات الدولية، بالنظر للمشهد السياسي في الداخل التركي وكذلك في الخارج، أصابع الاتهام تشير إلى من في هذه الظروف؟
يعني في مثل هذه الظروف ربما أصابع الاتهام الأكثر تشير لتنظيم داعش بصورة كبيرة وليس لحركة أو حزب العمال الكردستاني، خاصة أن التنظيم بدأ مؤخرا حسب تقارير دولية تؤكد على أنه احتمالية نشاطه وإنتاجه من جديد. أيضا تركيا وإن كانت لم يعني كانت شاركت بصورة ما في مواجهات مع التنظيم، إلا أنها ما زالت حتى الآن تحتفظ أو تسعى للعودة إلى صفر مشكلات بالنسبة مع حزب العمال الكردستاني. وبالتالي نتحدث أن هناك ربما أصابع أخرى تدخلت بعيدا عن حزب العمال الكردستاني في هذا التصويت لإشعال تفكير في الداخل التركي، خاصة أن الأزمة في تركيا أو وجود مثل هذه الأزمة ربما تؤثر بصورة كبيرة كما أشار على الجانب الاقتصادي وعلى أوضاع تركيا. ربما لا يمر عام أو نحن نتزامن عام على التفجير الأخير الذي حدث في سوق إسطنبول وغيرها من هذه هي مؤشر ربما يعني ليس جيد على حالة عدم الاستقرار أو حالة الأوضاع في الداخل التركي. يعني تسقن لما تقول، رجب طيب أردوغان قدم مجموعة من التصريحات في الفترة السابقة، قال يعني لها علاقة بالقضية الفلسطينية وبتشكيل تحالف إسلامي، هل هذه التصريحات ربما تكون السبب وراء حادث كهذا؟ ربما تكون مثل هذه وراء حادث كهذا، وربما يكون غيرها من الأمور. ما زالت حتى الآن الصورة مدبسة ووجود ثلاث أشخاص فقط ينفذون هذا التفجير بهذا الشكل وبهذه العملية، ربما هو يعني يضع كثير من التساؤلات حول إمكانيات وقدرة هذا التنظيم، إمكانية الوصول للمعلومة وغيره، فيعطي طبيعة أو هناك مجموعة متداخلة من الأمور ربما تكشف عنها التحقيقات التي فتحت في تركيا خلال الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن نتحدث على أن هذا الأمر سيغير كثير جدا من سياسات التركية، خاصة السياسات الأمنية التركية في حماية مثل هذه المنشآت وأيضا التعاون مع كثير من الملفات. يعني لا نتنسى أزمة البجر والتفجيرات التي حصلت في لبنان وغيرها من التغيرات التي تجعل طبعا كثير جدا من التغير في السياسات الأمنية وفي الأوضاع الأمنية لدى كثير من الدول ليست تركيا. وهل أصابع الاتهام يمكن أن تذهب في اتجاه إسرائيل؟ يعني الصورة ما قد تصل أصابع الاتجاه إلى إسرائيل، ولكن نزلت يعني بالنظري تبعت هذا السبب، خاصة أن هناك علاقات في مجال الصناعات النفطية أو غيرها من الصناعات بين تركيا وبين إسرائيل، هناك تعاون في هذا الملف وبين عدد دول أخرى. بطبيعة الحال ربما هو أمر مستبعد أيضا، يعني إدانة حلف الناتو اليوم تؤكد على خطورة المشهد، يعني حلف الناتو لأول مرة تكون بادرة الإدانة في غضون دقائق حول هذا الأمر بالضبط. هذا يعني أن هناك قلق شديد مما حدث اليوم، وأن أصابع الاتهام ربما تكون بصورة أكبر أو المشهد كذلك، حتى وإن كان غير متضح لدى الكثير، إلا أن المشهد ربما يكون أكثر خطورة مما يعني حتى الآن مما أبعد من هذه التحليلات وأبعد من هذه التوجهات التي نتحدث عنها. أستاذ محمد، من بين يعني التصريحات التي صدرت فور الحادثة كان تصريح لوزير الصناعة بيقول إن الدولة لن تتراجع عن تعزيز الصناعات الدفاعية، ما تعليقك على ذلك؟ يعني ربما هو كما أشرت هو ما زالت حالة عدم التيقن من خلف هذه التفجيرات، خاصة أن تركيا كما أشرنا هي دولة فاعل لديها قدرات تصدر من هذا المصنع بصورة كبيرة جدا، 10 ملايين دولار من الصادرات التركية أو الصادرات الدفاعية تأتي من خلال إنتاج هذا المصنع، فحدوث مثل هذا الأمر يؤثر بصورة ما على هذه الصادرات، وبالتالي هناك قلق كبير جدا لدى الداخل التركي إذا كان هناك استهداف لمنشأة عسكرية بهذا الحجم هذه الأهمية، وخاصة كانت هذه المنشأة أيضا هي تصنع بطبيعة الحال استهداف مؤسسات أخرى صناعية في تركيا، فقط المنشآت العسكرية الصناعية ولكن منشآت أخرى تعمل في مجال الصناعة، وبالتالي يضع الأمر كثير جدا من علامة الاستفهام. هذه المرة عملية التفجير مغايرة تماما لما كان عليه من قبل، يعني
من الممكن ان نسمع تدبيرات في اسواق او في مولات في بعض البلدان او حتى في الداخل التركي حينما حدث في اسطنبول منذ عام، ولكن الان تكرر هذا المشهد بصوره كبيره ويستهدف الصناعه او عمليه الصناعه في الداخل التركي، وبالتالي نحن امام تغيرات كثيره جدا في حتى استراتيجيه التعامل، وبالتالي الهدف منه ربما هو ضرب عمليه الصناعه الدفاعيه او ارسال رسائل لمتخذ القرار في تركيا بانه قادر على الوصول الى ما هو ابعد من الاسواق التجاريه او المنشات التي ربما ليست ذات اهميه، او قادر ان يصل الى منشاه عسكريه، منشاه صناعيه بهذا الحجم تؤثر على ربما. أستاذ محمد، ورد إلينا مجموعة من التطورات الخاصة بأن أردوغان يقول بأن لدينا 4 قتلى و14 جريح في عمل إرهابي في أنقرة، وكذلك بوتين يعرب عن تعزيل أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا. آخر تعليق لحضرتك. يعني لا شك أن سنجد خلال الساعات القليلة المقبلة حالات من التعازي ويعني الحزن على هذا المشهد، وربما تبادل الدولة المصرية خلال لحظات البيان لها يبين هذا الحادث، ويعني حينما تتضح الصورة أفضل سيكون هناك مواقف وردود فعل، خاصة أن العلاقات المصرية التركية مؤخرا بدأت بتحسن كبير وبدأ التعاون في عديد من الملفات، وربما يكون هناك تعميق أكثر. الرئيس الروسي حينما يعني يخطب لإدانة هذا الحادث وطبق واحد وغيرها من المؤسسات سنكون أمام أو يضعنا أمام تصور هام جدا، وهو أن الحادث كما أشرت هو بصورة كبيرة أفظع أو ليس في المشهد، ولكن رسائله أو ما حدث فيه سيكون أبعد كثير. ربما تتكشف الحقائق في الساعات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد ربيع الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية. إذن نتحول إلى مؤتمر صحفي لوزير الداخلية التركي على ما يبدو أنه حول هذا الحادث الذي طال هذه المنشأة. لدينا 4 من الشهداء و14 من الجرحى، وجرحانا 3 منهم في حالة حرجة. أول الأمر علي أن أقول بداية، أود أن أقول أسأل الله الرحمة وأن يجعل مثوى شهدائنا الجنة، وأسأل الله لجرحانا الشفاء العاجل، وأسأل الله أن يجمعهم بأحبابهم قريبا في أحسن حال. نستذكر الإرهاب باللعنة أيها الأصدقاء الأعزاء، وأعمالنا لتحديد الهوية تتواصل، وفور تحديد هوية الفاعلين فإنه سنوافيكم بهم بشأنهما وبعلاقتهما بأي منظمة إرهابية، سنعلمكم ونعلم شعبنا. توسش التي هي باعث فخرنا، أسأل الله لها السلامة وأتمنى لهم السلامة. وشعبنا العزيز أيضا أقول لهم أسأل الله لكم السلامة. من اللحظة الأولى فإنه تم إعلام السيد رئيس الجمهورية بالعمليات التي هنا وأعمال التحية. طوال هذه المراحل عرضنا معلوماتنا للسيد رئيس الجمهورية، نشعر بحزن عميق جميعا، و اتحادنا الوطني، اجتماعنا الوطني وأخوتنا، كل من يحيك لها المؤامرات سواء كانت منظمة إرهابية أو عصابات الجرائم المنظمة أو قطاع طرق أو غيرهم، أيا كان الفاعلون، فإنا لن نقف ولن نتوانى وسنقطع أنفاسهم. أخوتنا، وحدتنا، اتحادنا وبقاء دولتنا وإرادة دولتنا وشعبنا وقوتها دائما ودائما ستكون الأقوى وستكون الكلمة العليا لها. لا يشك.
أكد حلف شمال الأطلسي الناتو دعمه لتركيا العضو بالحلف في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية. وشدد حلف الناتو على رفضه لجميع أشكال الإرهاب مشيرا إلى مراقبته عن كثب للتطورات التي تمر بها تركيا مع تداعيات الهجوم الإرهابي. هذا عمرو المنير ينضم إلينا من بروكسل. عمرو، اطلعنا على تفاصيل اجتماع حلف شمال الأطلسي واتصالا بهذا الهجوم الإرهابي، ماذا قيل بشأن تأييده لتركيا في أعقاب هذا الحادث؟ نعم تامر، على الفور كان هناك رد فعل من قبل أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتا، والذي قال أن الحلف يؤيد ويدعم تركيا ضد هذا العمل الإرهابي مباشرة. ومنذ قليل، منذ أقل من نصف ساعة، غرد على منصة إكس مارك روتا مرة أخرى وقال أنه اتصل مباشرة بالرئيس رجب أردوغان وأنه لتقديم التعازي وللتأكيد على أن حلف شمال الأطلسي يدعم تماما تركيا. وهذا معناه ضمنيا تامر، كما تعلم أن كل جميع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حين يتعرض أحدهم إلى الهجوم فهذا معناه أنه هجوم مباشرة على حلف شمال الأطلسي ككل وجميع دول الأعضاء فيه، كما حدث في الحادي من الحادي عشر من سبتمبر وأحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا تفعيل للمادة 5 إذا ما كان سيحدث، لكنه يحتاج إلى موافقة من جميع الأعضاء، وهذا ربما سيكون الذي سيحدث في مثل هذه الحالات. وهذا معناه أن كل أعضاء حلف شمال الأطلسي سيتوحدون تماما في الوقوف دعما مع تركيا، سواء كان هناك قرارات معينة بأي خصومة أو إذا ما تكشف أن هذا الهجوم من دولة معادية أو ما إلى ذلك. هذا بحسب التطورات سنسمعها بعد هذا الحدث. تامر، إذن هذا هو عمرو المنيري مراسل القاهرة كان معنا من بروكسل، شكرا يا عمرو. إذن مشاهدي الكرام، الأضواء تتسلط بشكل أو بآخر من زوايا متعددة في اتساع رقعة الصراع، مع انذارات وتوقعات بشمولها لمناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا مما يدور في غزة وصولا إلى ما حدث داخل لبنان من اعتداء إسرائيلي طال عددا كبيرا من مناطقها ابتداء من الجنوب وصولا إلى مناطق أخرى تعدت نهر الليطاني. إن كانت الأحداث مختلفة والمواقع أيضا مختلفة، ولكن الرابط قد يكون متشابها طبقا للتحذيرات كان من آخرها ما تحدث به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يخشى من تداعيات وتأثير ووصول شظايا هذه الأحداث التي انطلقت من غزة إلى مناطق أخرى بالشرق الأوسط. وتم الرد سريعا من قبل وزير الداخلية التركية علي يرليكايا قبل هذا المؤتمر الصحفي المقتضب الذي لم يعلن عنه بعضا من التفاصيل، ولكنه تحدث عن حصيلة من سقطوا جراء هذا الحادث الذي وصف بالإرهابي طارة والانتحاري طارة أخرى، وقال أن تركيا فقدت 4 أشخاص ولم يسمهم إن كانوا من العسكريين أو من قوات الأمن التي حاولت أن تتصدى لهذا الهجوم الإرهابي، مع سقوط 14 مصابا. ولم يتحدث أيضا عن إن كان المصابين ممن يعملون داخل هذا أو هذه المنشأة التي تتخصص في الشأن الدفاعي والفضائي، ولكن هذه الحصيلة الأولية، وكانت هذا في إطار بعض من التعازي الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس التركي، ثم انتقل الأمر إلى حلف شمال الأطلسي في صلب اجتماعه الذي قدم التعازي ووقف دعما لتركيا باعتبارها أحد أعضاء وأحد منتسبي حلف شمال الأطلسي. والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من اسطنبول محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. من خلال ما لدينا من معطيات، هل هناك بعد خارجي لهذا الحادث؟ سيد محمود، هل تسمعني؟ سيد محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كنت أسألك عن البعد الخارجي لهذا الحادث.
لقد فقدنا الاتصال مع السيد محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وهذه مشاهدينا مجموعة من اللقطات الحية حيث شهدت تركيا على مدار العقد الماضي العديد من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات، وكانت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول لهم الحصيلة الأكبر في هذه الهجمات. وعاد إلينا مرة أخرى من القاهرة الكاتب ومعنا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشؤون التركية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. من خلال النظر إلى المشهد السياسي الداخلي والخارجي، هل هناك بعد خارجي لهذا الحادث؟ نعم، تحياتي أولا لحضرتك وللسادة مشاهدين قناة القاهرة المحترمة. في تقديري أنه يتعين وفق معطيات هذا الحادث أن تكون هناك صلة لجهة خارجية به. ليه؟ حضرتك زي ما أشارتي إلى أن كان فيها هجمات إرهابية في العقد الماضي متصلة بطبيعة الحال بالأدوار اللي كانت بتقوم بها تركيا في المنطقة وعلاقاتها بأطراف عديدة والوضع في سوريا والوضع في العراق حتى وصولا لأرمينيا وأذربيجان. فكان هناك تلامسات وتقاطعات تركية عديدة ارتبطت بها عمليات إرهابية إضافة لأجندة الملف الكردي في الداخل التركي. لكن هذه المرة الهجوم نوعي بامتياز ويحمل بصمات تشير إلى الخارج. ليه؟ شركة توشان اللي حضرتك اللي هي بالضبط، هذه الشركة هي درة تاج الصناعات الجوية والفضائية التركية. مظبوط. الشركة دي على مساحة هائلة في أنقرة أكثر من 5 مليون متر مربع، لكن الأهم ماذا يصنع في الداخل؟ ما يصنع في هذه الشركة أولا وعلى رأسه الطائرات بدون طيار، ليس فقط طائرات الاستطلاع لكن أيضا الطائرات الهجومية اللي بيسموها تاي أو العنقاء، ودي طرازات متطورة جدا وتجري فيها عمليات تطوير وتعديل لهيكل الطائرة. ولما نتحدث لذا لدي سؤال يعني قبل أن تكمل، يعني شركة بحجم هذه الشركة شركة توساش كيف يمكن لثلاثة أشخاص الوصول إلى عمقها؟ ما هو هنا بقى ده اللي بتجري السلطات التركية التحقيق فيه طبعا، لكن في بصمات طبعا. عاصمة تركيا مؤمنة بشكل شديد جدا، يعني أجهزة الأمن التركية أدائها راقي للغاية خصوصا في أنقرة اللي هي العاصمة الحكومية، في أقوى مكان مؤمن في تركيا من حيث التكنولوجيا والأفراد وغيره وغيره وغيره. إضافة ان احنا عارفين كلنا ان تركيا عضو في حلف الناتو، ففي معايير أمنية مرتبطة بنفس معايير الحلف، يعني معايير متقدمة جدا. فالاختراق أكيد له أبعاد أخرى وعناصر هم بقى هيشوفوها ويعلنوها، لكن طب. البعد المرتبط بما يتم تصنيعه في داخل الشركة هذا ليس هدف لمنظمة إرهابية، ده من وجهة نظري. في أهداف ترتبط بقوة أخرى. إضافة لتصنيع الطائرات بدون طيار بيجري داخل الشركة تطوير طائرات F-16 اللي هي فالكون تحديدا، وبيجري تطويرها لصالح دول أخرى تمتلك هذه الطائرة. طبعا ده باتفاق بين الصناعات العسكرية التركية وبين الولايات المتحدة في ضوء عضوية تركيا في حلف النيك. فالهجوم لا يمكن النظر إليه فقط من منظور أنه إرهابي، وهو طبعا بطبيعة الحال إرهابي، لكن البصمة الخارجية هنا ودلالاتها واكتشافها أو عدم اكتشافها أمر بالغ الأهمية في ضوء ما نشهده الآن في الإقليم وفي العالم من تغير في أسلحة الردع وتوازنات القوى على خلفية امتلاك الدول للطائرات المسيرة، سواء طائرات الاستطلاع أو الطائرات الهجومية، خصوصا لدى دول الإقليم نفسه. احنا شايفين اللي بيجري على الساحة في 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 لبنان، بين لبنان وإسرائيل وإيران وطبعا تركيا. وعلى فكرة كان هناك بصمات في الماضي وإشارات لقدر ما من التعاون التركي الإيراني في تطوير الطائرات بدون طيار. فالموضوع متشعب ولكن من الممكن في ضوء ان هناك عناصر يعني موجوده على الارض اللي هم العناصر الارهابيه دخلت، ممكن تتبع خيوطهم والوصول الى من اصدر التعليمات ولماذا ومن يقف وراءه. فالهجوم اتصور انه هيكون مؤثر جدا، ربما على قرارات تتجاوز البعد الامني فقط الى قرارات سياسيه إذا ثبت للسلطات التركية أن هناك طرفاً خارجياً أو إقليمياً كان أو دولياً بشكل أو بآخر ضالع
او له صله بهذا الهجوم. طبعا حضرتك عارفه ان في قتلى وقعوا بالفعل، بيتكلموا عن عن ثلاث مهاجمين، الاعلام التركي و14 جريح. الوزير العدل التركي قال ان ده هجوم انتحاري، لكن اعلام تركي قال ان في اشتباكات مسلحه تدور او دارت في المكان، يعني لكنه يعني لم يتحدث قط يعني عن الاشتباكات. يعني سيد محمد، انت ذكرت بان المشهد ربما يكون معقد وربما اصابع الاتهام تتجه الى اكثر من اتجاه. قال احد الضيوف في الخدمات الاخباريه السابقه بان ربما اصابع الاتهام تتجه الى اسرائيل من خلال استغلال حزب العمال الكردستاني، تعليقك؟ طبعا الطائرات بدون طيار تم استخدامها طبعا ضد العناصر والتنظيمات الكرديه في شمال سوريا اللي هي تركيا بتقاتل ضدها، لكن هل هم لوحديهم قدروا يعملوا الاختراق؟ هل لمصلحه اسرائيل ام لا؟ نخلي بالنا هنا، السلطات التركيه في ضوء غموض الموقف وفي ضوء ما يرتبط به من سريه المعلومات الامنيه التي تصل للاجهزه، من الممكن ان توجه اصابع اتهام بشكل او باخر لاطراف معينه هي تريدها. يعني هو هنا بقى الموضوع مش بيخضع بقى للمصداقية بدرجة 100%، لكن قد يتم توجيهه وتسييسه حسب الاحتياجات السياسية للحظة. تركيا دايما تتهم حزب العمال الكردستاني بأن له علاقات قوية ومتجذرة مع إسرائيل، إنما في الداخل التركي وانخراط في عمليات إرهابية بدعم إسرائيلي، لا، هنا هيحصل نقلة أخرى قد يكون أردوغان يحتاج لها في هذا التوقيت لتوظيفها من أجل زيادة شعبيته، خصوصا أن هناك انتقادات في الداخل التركي خصوصا من التيار الديني المساند له بأن الموقف التركي الرسمي لم يكن مساندا بالقدر المأمول ل حركه حماس في غزه. واتساقا لما تقول تحديدا بالنقطه دي، ان رجب طيب اردوغان كان ليه مجموعه من التصريحات في الفتره السابقه لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه وتشكيل تحالف اسلامي، هل ربما تكون هذه التصريحات لها ايضا علاقه بهذا الحدث؟ هو زي ما قلت لحضرتك، الاجهزه الامن تنقل الملف بابعاده وتفاصيله للمستوى السياسي في تركيا، ثم ياتي دور المستوى السياسي لاستخدامه وتوظيفه لأغراض ليست فقط ترتبط بمصداقية الموقف السياسي، لكن لأغراض سياسية تخدم الموقف الخاص بالقيادة أو بالحكومة التركية أو بالسياسة الخارجية التركية أو بخطوات أخرى قد ترى تركيا ضرورة القيام بها لضمان استمرارية الدور الإقليمي التركي في المنطقة. يعني نخلي بالنا إن إحنا بنتكلم عن مشروع صهيوني توسعي، لكن ليس خافيا على احد ان هناك ايضا مشروعا ايرانيا وان هناك ايضا مشروعا تركيا. فالمشروع التركي انكمش مصداقيته في الفتره الاخيره في ضوء الوعود الكلاميه التي كان يتطلع او يتلقاها ويتلقفها الاخوه الفلسطينيون بمصداقيه كبيره، وتصوروا ان الدعم التركي سيكون مباشر، لكن احنا مش شفناش ده، وتم الاكتفاء بتصريحات وخطابات، لكن على الارض لم يتم تنفيذ ذلك، بل بالعكس المعارضه التركيه تتهم الحكومه بانها لا تزال تقيم علاقات قويه واقتصاديه مع الجانب الاسرائيلي رغم الخطاب الاعلامي العالي للقياده التركيه. فهو هيوظف ده ازاي؟ هنشوف ده بقى في الساعات والايام القليله القادمه على خلفيه هذا الحادث، ووفق المعلومات اللي هتقدر تجمعها المخابرات التركيه تحديدا، هي اللي هتتعامل طبعا مع هذا الوضع، والمخابرات العسكريه التركيه ايضا لانها منشاه لها علاقه زي ما قلت لحضرتك بتصنيع طيارات F-16 وطيارات نقل عسكري وطيارات بدون طيار، يعني قصه كبيره جدا. فهو هنا هيشوف يوظف الموضوع ازاي، وقد يوظفه، ودي نقطه يعني لو اذنتيني بالغه الاهميه، قد يوظفه اردوغان في هذه اللحظه ل التصعيد بشكل او باخر ضد حزب العمال الكردستاني. ربما من خلال قراءتي للمواقف تاريخيا للمواقف التركيه مع حزب العمال، عندما يكون المجتمع الدولي والاطار الاقليمي منشغل بقضيه كبيره وصراع على الارض، يرى الجانب التركي في ذلك فرصه
لتوجيه ضربات ربما يستخدم هذه الطريقة، مفهوم. عذرا للمقاطعة، لتبقى معي الكاتب الصحفي محمود علوش والباحث في العلاقات الدولية، لتبقى معي، سنعود إليك مرة أخرى. إذن ينضم إلينا أيضا اتصالا بهذه المتابعة والتغطية من اسطنبول السيد محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. سيدي، القراءات بدت متعددة، خرجت عن طور هذا الصدام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وبدأت التحليلات تشير إلى دول بعينها أو اتصال قد يشير إلى أن منبت ما يدور في غزة قد وصل إلى تركيا. ما هي الحقيقة ضمن هذه التحليلات اتصالا بهذا العمل الذي وقع في هذه المنشأة العسكرية الدفاعية؟ مساء الخير. يعني بداية، ربما يكون من الصعب الخروج بمنتجات واضحة لهذا الهجوم والجهات المحتملة الضالعة فيه، لأنه حتى الآن لسنا أمام اعتماد كافي. طبعا هناك الكثير من الافتراضات التي يمكن أن نتحدث فيها. نحن نعلم اليوم بأنه الوضع في المنطقة مضطرب إلى حد كبير، وتركيا أيضا مستهدفة من جهات واضحة معلومة وغير معلومة. لذلك نعم، يمكن أن نصل إلى بعض الخلاصات بأن هذا الهجوم هو أحد نتائج، أو هو شكل من أشكال معاقبة تركيا على موقف غزة. هذا افتراض، لكن أنا أعتقد أنه سيكون من غير الواقع الوصول إلى مثل هذه الافتراضات. لكن عموما أو مثل هذه الافتراضات قبل يعني اتضح الصورة بشكل كامل. اليوم أنا أعتقد أنه هناك على الأقل ثلاث جهات محتملة ضالعة في هذا الهجوم. طبعا الجهة الأولى المفترضة هي حزب العمال الكردستاني أو فرعه في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية. وهذا الهجوم إن حصل بالتأكيد تزامن، يعني إذا كان حزب العمال الكردستاني ضالع فيه سيكون له دلالات كبيرة، لأنه جاء بعد يوم فقط من طرح زعيم حزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب طيب أردوغان مبادرة وصفت بالتاريخية في تركيا، تتضمن الإخراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ومقابل إعادة إحياء عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني أو عملية سلام جديدة مع حزب العمال الكردستاني. وبالتالي دلالات الهجوم في حال كان حزب العمال وراء هذا الهجوم بالطبع ستكون كبيرة. لكن حتى أيضا اسمح لي على الأقل نتناقش قليلا في هذه الجزئية سيد محمود. في هذه الجزئية على وجه التحديد، ما هي الأرضية التي بنيت عليها مساحة التصالح التي دعي إليها في تركيا الآن بينها وبين حزب العمال الكردستاني؟ يعني هو سؤال مهم في الحقيقة. أنا أعتقد أنه يعني هناك مجموعة من العوامل التي أعتقد أنه خلقت أو أوجدت آفاق لعملية سلام أو لإعادة إحياء عملية سلام بين تركيا أو بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. من بين هذه العوامل هو الديناميكيات الجديدة التي ظهرت في السياسة الداخلية التركية بعد الانتخابات المحلية، أو ما يسمى بعملية التنين، انفتاح حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحوار مع أحزاب المعارضة. أيضا فشل الرهان على أن تكون هناك علاقة جيدة بين الحزبين الرئيسيين، حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، ربما شكل دافع قوي أيضا اليوم أمام التحالف الحاكم للانفتاح على الحزب الكردي أو الحالة السياسية الكردية في تركيا. طبعا دوافع هذا الانفتاح متعددة، يعني في جانب واضح أن هناك دافع داخلي مرتبط ب السياسية الجديدة، رغبة إردوغان في تعديل الدستور، في رشح الانتخابات رئاسية مرة أخرى أو ضمان ولاية رئاسية مرة أخرى، وهذا الأمر لا يمكن بطبيعة الحال أن يصل إليه من دون أن يكون هناك تعاون مع أحزاب المعارضة أو مع أحد أحزاب المعارضة، لأن الحزب الحاكم لا يمتلك أو التحالف الحاكم لا يمتلك غالبية في البرلمان تساعده في تعديل الدستور. هناك دافع آخر مرتبط بالتطورات الأقليمية اليوم، هذه الحرب التي رفعت من المخاطر على تركيا، وبالتالي اليوم مثل هذا الانفتاح على الأقل يصور الرئيس رجب طيب أردوغان وحليف الحركة القومية على أنه جزء من أشكال أو شكل من أشكال التكيف التركي لمواجهة هذه المخاطر. وبالتالي اليوم كما تحارب تركيا الإرهاب في الخارج، تتعين عليها أن تقدم جبهة داخلية متماسكة للحد من هذه المخاطر عليها. ولكن هنا من هذه الدوافع السؤال التالي الذي كان يجب أن يستبق هذا السؤال الذي تفضلت بالإجابة عليه، هل من إشارات وصلت إلى الدولة التركية من حزب العمال الكردستاني هي ما دفعها إلى أن تقدم هذا العرض في هذا التوقيت؟
يعني أنا أعتقد أنه بالطبع حاليا لا يوجد إشارات، لكن في بعض العوامل الأخرى يعني ربما اليوم تعلم أن الحالة الكردية المسلحة في شمال سوريا والعراق تتعرض لضغط كبير من قبل الدولة التركية. تركيا لديها وجود عسكري قوي في شمال سوريا. أيضا في الفترة الأخيرة على وجه التحديد صعدت تركيا بشكل كبير من عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وبالتالي حزب العمال الكردستاني أصبح في موقف ضعيف للغاية. وتفترض تركيا بأنه هذا الموقف الضعيف لحزب العمال الكردستاني ربما سيجعله أكثر مرونة من أجل البحث عن أفق لنهاية هذا الصراع مع الدولة التركية. ربما يراهن الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا الذي تراهن عليه تركيا أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية واحتمال أن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة، وفي حال عاد ترامب ربما نكون أمام انسحاب أمريكي من سوريا، هذا سيعني بطبيعة الحال تحول كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة والوحدات الكردية. وبالتالي هذا الانسحاب إن حصل سيزيد من الضغط على الحالة الكردية في سوريا وفي العراق. وبالتالي اليوم الافتراض أو الرهان التركي على أن حزب العمال الكردستاني يفترض به أن يقرأ هذه المتحولات بشكل كبير، لأن الرهان على مواصلة العداء مع الدولة التركية أو مواصلة الصراع مع الدولة التركية أصبح ينطوي على مخاطر عالية على الحزب وعلى الحالة الكردية، لأن هذه الحالة أصبحت في موقف أضعف مقارنة بأي وقت. يمكن أن نصل في مجموع هذه الخلاصات إلى أن هذه العوامل قد تؤدي أو قد تساعد في خلق بيئة جديدة في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، لكن طبعا سيكون من المبكر الحكم إذا كان هذا الوضع الجديد يمكن أن يتطور بالفعل أو ممكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء عملية السلام بين تركيا وحزب العمال. لأنه اليوم هذا الهجوم الذي حصل في أنقرة، إذا كان حزب العمال ضلع فيه، هذا سيعطينا مؤشر قوي على أن هناك تيارات داخل حزب العمال الكردستاني تعارض الانفتاح مع الدولة التركية وتعارض أي عملية سلام مع الدولة التركية. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة مهمة جدا، أن هناك تيارات متعددة وهناك دول لديها تأثير على تيارات متعددة داخل حزب العمال الكردستاني ممكن أن تؤثر على خياراته فيما يتعلق بالصراع مع تركيا. يعني على سبيل المثال إيران لديها تأثير على حزب الأمريكية، لديها تأثير على حزب اليوم نحن لسنا أمام قرار أو جهة واحدة تصنع قرار حزب العمال الكردستاني. وتركيا في الغالب تنظر إلى حزب العمال الكردستاني على أنه أداة في أو أحد أدوات التي تستخدمها الدول التي تسعى لمعاقبة تركيا إن على مواقفها السياسية أو على خياراتها الجيوسياسية أو ما إلى هنالك. وبالتالي نعم هناك افتراضات عديدة، لكن أنا تقديري سيحتاج التفضل على هذه المسألة، لأنه نعم صحيح يعني سيكون من المبكر بتقدير الخوض في بشكل أكبر في معظم هذه الافتراضات والاستنتاجات قبل معرفة حقيقة الجهات المتورطة اليوم في هذا. نعم، من اسطنبول سيد محمود علوش وأنت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا سيدي على قبول دعوتنا. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشؤون التركية، مرحبا بك مرة أخرى. حادث كهذا كيف يؤثر على المشهد الداخلي السياسي في تركيا؟ بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى اللحظات الأولى التي توجه فيها أجهزة الأمن التركية تلميحا أو تصريحا أصابع الاتهام لطرف بعينه اللي هو غالبا هيبقى حزب العمال الكردستاني. هنا نتحدث عن ردود فعل رسمية على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي ستطال الأجنحة السياسية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني بشكل أو بآخر. لكن الأهم من ذلك، لأنني دائما أحاول أن أربط الحدث بالتوقيت، التوقيت بتاع الحادث ده وكأنه يخلق لتركيا علاقة سببية لما يسمى في المنطقة دلوقتي اليوم التالي للحرب في غزة. احنا شايفين أطراف كتيرة منخرطة بما سيكون عليه اليوم التالي بالنسبة لمصالحها وأمنها القومي، لكن حتى هذه اللحظة لم نكن نرى تركيا بشكل واضح بتقول أنا وضعي فين في اليوم التالي. هنا يجب أن ننظر بخيال سياسي أكبر لنرى أبعد من الخطوة القادمة لتركيا. من المؤكد أن تركيا
تريد أن يكون لها دور إقليمي فاعل ومؤثر وربما رئيسي لأسباب عديدة جدا. هل هذه اللحظة مناسبة؟ احنا عارفين ان هما بيقولوا الحزب ده موجود العناصر المسلحة بتاعته في شمال سوريا وموجودة ايضا في شمال العراق. هل الوضعية بتاعت الحادثة دي ممكن تخلق علاقة شبابية تتيح لتركيا تدخل عسكري بشكل او باخر في شمال سوريا وشمال العراق؟ وضحت الفكرة بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد مصطفى الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية. كما دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي استهدف الشركة التركية للصناعات الجوية، حيث أفاد مراسل القاهرة بهذا الشأن بأن بوتين أعرب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي. من كازان مراسل القاهرة حسين مشيك. حسين، أسئلة أولية ابتداء، هذه التعازي والموقف التركي أو الموقف الروسي مما دار في تركيا من هذا الهجوم الإرهابي، البيانات تتحدث عن تعزيه وتقديم المساعدة، ماذا دار في هذا الشأن وماذا دار في كازان بصورة أكبر؟ نعم تامر، منذ قليل التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، واستهل بوتين اللقاء بتقديم التعازي إلى أسر الضحايا الأتراك نتيجة الهجوم الإرهابي على حد وصفه الذي وقع أيضا منذ قليل في مدينة أنقرة التركية. بوتين أيضا أكد استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات إلى تركيا بسبب هذا الهجوم. بطبيعة الحال هنا عدد من الخبراء ربطوا هذا الهجوم بمزيد من السيناريوهات. السيناريو الأول وهو إمكانية توجيه رسائل خارجية إلى تركيا، وذلك بسبب مشاركة وحضور الرئيس التركي أردوغان في قمة البريكس، وهل هي رسائل غير مباشرة إلى روسيا؟ حتى هذه اللحظة لا زالت هذه الترجيحات أو هذه السيناريوهات ضمن القراءة السياسية للخبراء وللمراقبين. حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات. الجانب التركي فقط صرح عن عدد الضحايا، فالرئيس التركي أكد على سقوط 4 قتلى وأيضا 14 جريحا نتيجة الهجوم الإرهابي في مدينة أنقرة التركية. أيضا في سياق اللقاء الذي حصل بين بوتين وأردوغان، أكد بوتين على أن سياسة بلاده تتطابق إلى حد بعيد مع السياسة التركية بخصوص منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أي بمعنى آخر، بوتين أكد على أن هذا الصراع لن يحل إلا بعد إقامة دولتين. أيضا سيتم مناقشة مسألة الغاز الروسي المصدر إلى تركيا وإنشاء مركز لهذا الغاز في الأراضي التركية ومن ثم إعادة تصديره إلى دول أخرى، وذلك بعد فرض الغرب وابتعاد أوروبا عن الطاقة وعن الغاز الروسي. أيضا مسألة سوريا والملف السوري سيكون حاضر على طاولة بوتين وأردوغان، إضافة أيضا إلى منطقة ما وراء القوقاز. إذن هي ملفات مهمة جدا يناقشها الآن الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي. هذه الملفات تبدأ من منطقة الشرق الأوسط وتصل إلى الخاصرة لروسيا، إلى منطقة القوقاز وما وراء هذه المنطقة. لكن بوتين أراد أن يستهل هذا اللقاء بتقديم واجب العزاء وأيضا الإعراب عن تعازيه إلى الرئيس التركي وإلى الشعب التركي. حتى اللحظة تامر، كما ذكرت لك بأن هذا التفجير أو هذا العمل الإرهابي كما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتم قراءته من قبل عدد من الخبراء على أنه لا يمكن أن يكون مرتبط إلى حد بعيد بمشاركة أردوغان بقمة البريكس، وخاصة أن هذه القمة وما تم الحديث عنه اليوم منذ ساعات الصباح الأولى وما يتم التخطيط إليه من مشاريع استراتيجية ستستطيع أو ستساهم في تغيير صورة العالم خلال الفترة المقبلة، وهذه القمة تلعب دورا واضحا في تعددية الأخطاب وإزالة القطب الأمريكي الواحد.
عديد من اللقاءات أو عدة لقاءات تم إجراؤها اليوم. أيضا كان هناك لقاء موسع لقادة دول البريكس اليوم. حسين، أنت هنا تحدثت أن بعض التحليلات تشير إلى أنه نتيجة للمشاركة التركية في قمة كازان ظهرت هذه الحادثة، هذه أحد القراءات كما قراءات أخرى. أريد أن تشير لنا في أقل عدد من الكلمات نقاط التقاطع ونقاط التشابه بين تركيا وبين روسيا داخل الأراضي السورية، كيف تكون؟ نعم تامر، بالنسبة لسوريا الوجود الروسي في سوريا تعتبره موسكو على أنه وجود شرعي. هذا الوجود جاء بعد طلب من الحكومة السورية نتيجة اتفاقيات مبرمة مع الحكومة السورية. يمكن الحديث عن أن هذه الاتفاقيات منذ الاتحاد السوفيتي وليست وليدة التاريخ الجديد، أي ليست منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين، إنما هذه الاتفاقيات تم تعزيزها وأيضا تم زيادة بعض البنود عليها منذ تولي بوتين الحكومة في روسيا الاتحادية. أيضا الوجود الروسي مرتبط بوجود روسيا، الوجود الروسي في سوريا مرتبط بوجود روسيا في منطقة الشرق الأوسط. هل هذا الوجود يختلف عن الوجود والأهداف التركية؟ هذا هو أصل سؤالي يا حسين. بالفعل، وهذا ما تؤكده الحكومة السورية تامر، فإن روسيا تأمل من الحكومة التركية بأن تطبع وتستأنف العلاقات مع سوريا، لكن الحكومة السورية حتى هذه اللحظة وذلك كما يتحدث الجانب الروسي هي متمسكة بشروط وأهداف معينة تبدأ أولها بانسحاب تركيا من الأراضي السورية. بالفعل اللقاء الذي يحدث الآن بين بوتين وأردوغان على رأسه، وحسب ونقلا عن بعض الخبراء الذين يقرؤون جيدا في السياسة التركية والروسية في كيفية التعامل مع سوريا، الخبراء يؤكدون على أن هذا اللقاء على رأس أولوياته هو إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وتمسك الأسد بضرورة انسحاب تركيا من سوريا وتحديدا من شمال سوريا حتى يتم استئناف تلك العلاقات. الجانب الروسي يعمل على إعادة تطبيع هذه العلاقات. وأيضا دعني أنوه إلى نقطة مهمة جدا تامر، وهنا أيضا نقلا عن الخبراء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين وسبب تأجيله لزيارته إلى الأراضي التركية لربما مرتبطة أيضا بأن تكون هذه الزيارة بعد لقاء الأسد وأردوغان، أي أن الرئيس بوتين حتى هذه اللحظة لا يقوم بالزيارة إلى تركيا، وذلك بسبب عدم إعلان أردوغان بشكل واضح بانسحابه من الأراضي السورية. إذن هي ملفات عالقة، ملفات حساسة جدا يتم مناقشتها بين الرئيس فلاديمير بوتين وأيضا بين نظيره التركي. نعم. أما وبالنسبة لماذا ربط الخبراء إمكانية ما حصل في أنقرة بمجموعة بريكس وقمة بريكس، بأن اليوم أيضا تامر وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية باسمها ماريا زاخاروف أكدت على أن موقع الوزارة الإلكتروني تعرض إلى هجمة سبرانية شرسة جدا على حد وصفها، وفي البيان الذي أصدرته نتيجة قمة البريكس. ودائرة التحليل تتسع، أنت في روسيا يتحدثون أنه المشاركة في قمة بريكس أحد الأسباب، وفي أنقرة وفي تركيا يتحدثون أن مواقف تركيا تجاه غزة هي أحد الأسباب الأخرى، والقائمة تطول. من كازان مراسل القاهرة حسين مشيك، شكرا يا حسين على ما قدمت. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه الساعة، ولكن التغطيات والنشرات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة. إلى اللقاء.